السلام عليكم. توفي صباح اليوم الخميس البروفيسور يوسف ملبوسي رئيس مصلحة جراحة العظام بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد نذير بتيزي وزو، والذي كان يرقد بمصلحة العناية المركزة منذ حوالي أسبوع بسبب إصابته بوباء كوفيد-19 حسب مصدر طبي. الخبر نزل كالصاعقة على الطاقم الطبي والشبه طبي بمختلف مصالح وعمال وموظفي المؤسسة الاستشفائية التي أحصت رحيل العديد من أطبائها وممرضيها وكذا عمالها متأثرين بأعراض هذا الوباء الفتاك، فيما قال ذات المصدر أنه سيتم الإعلان عن الجنازة في وقت لاحق، وذلك بعد مناقشتها مع العائلة المتواجدة خارج الوطن. رحمه الله وأسكنه فسيح جنته، إنا لله وإنا إليه راجعون.